أنا سمعت من شخص حديثا ما، هذا الشخص سمعه من عدم التواتر، وهو بالنسبة إلي غير متواتر، لأنه أنا سمعت من شخص واحد. واضح هذا المثال؟ طيب، هذا مثال حرف أليف، حرف ميم. لا نجيب مثال حرف أليف، حرف أليف بيقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان إلى الرسول عليه السلام، هي طريق، وطريق ثاني وثالث ورابع، وما شاء الله هذا صار عنده حديث إيش؟ متواتر. يمكن نفس الحديث، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث. لذلك نفس علماء الحديث أحكام تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر، لأنه وضح لك أنه قضية نسبية. ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص في الحديث من جهة أخرى، فسيقول هؤلاء غير مختصين في حديث ما حديث آحاد، لكن أولئك يقولون حديث متواتر. ليش؟ لأن هاي شغلتهم، تتبع الطرق والروايات هي شغلة الاختصاص من علماء الحديث، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة، ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى. بترتب أحيانا من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي، ولو عند بعض العلماء والفقهاء. مثلا عند علماء الحنفية يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد. بنفس قوة القرآن طبعا خلاف مذاهب الأئمة الآخرين. ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة. ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب فقط صلاة صحيحة بتركه لكن يأثم تاركه؟ علماء الأمة كلهم يقولون بما قال عليه السلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد صحيح لكنه آحاد، ولا يجوز
تخصيص القرآن بحديث الآحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا الله أطلق والحديث قيد، ما بيجوز تقييد ما أطلق القرآن بحديث آحاد. هذا على أصلين. الشاهد فيما يأتي الآن، ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة، جزء القراءة في الصلاة للإمام البخاري. أول ما بيقول في الرسالة تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الكتاب. الآن ماذا يعمل طالب العلم؟ هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث، أمير المؤمنين بحق محمد بن إسماعيل بخاري يقول في هذا الحديث أنه متواتر، وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث عاهد. لا شك أن هنا يقال إذا قالت حلامي فصدقوها فإن القول ما قالت حلامي. إذا صار الحديث متواتر، لكن نسبيا قضية متواتر عند البخاري غير متواتر عند الأحناف. عرفت بقى شو القضية؟ فهل نقلوا لك هذا الخبر؟ أولا ما هني من أهل اختصاص، بلهم جهلة حتما، لأنه في كتب مؤلفة في الأحاديث منها الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة في أحد العلماء المغاربة وهو مطبوع. وأنا شخصيا تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة، لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول عليه السلام قال ذاك الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم من ينكر الحديث المتواتر. الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى. إذا عرفنا أن القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثا هو متواتر عند بعضهم وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثا مجمعا على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطفى ألا وهو قوله عليه السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ نقول لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العبرة بقناعته الشخصية هو. إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قاله الرسول، لكن هو ليس عنده متواتر وأنكره فقد كفر. عرفت ليش؟
لأنه عرف أنه قال عليه السلام لكن لا بطريق التواتر، طريق الأحد، والعكس بالعكس تماما. هو لم يصح عنده حديث متواتر عند غيره، فلا يجوز تكفيره لأنه العبرة بما قام في نفسه سلبا أو إيجابا. أظن الآن ظهر لك أنه تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره، لأنه في كل من الأمرين العلة هو ما قام في نفسه بغض النظر أنه متواتر أو غير متواتر. إن قام في نفسه أنه هذا حديث صحيح ثم جحده فهو كافر، وإن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره. حتى لو أجمعت الأمة على أنه هذا الحديث متواتر، يعني علماء الأمة أجمعوا أنه هذا الحديث متواتر، ما هو خل... أنا ضربت لك مثال أنه الإجماع موجود في حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الإجماع الذي ينكره هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر؟ لكن هذا تصوره صعب جداً.